السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وليداتي الصغار، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد في قناتكم يبي لك طفلي. اليوم إن شاء الله غنكملوا مع بعض قصص الأنبياء، واليوم مع قصة جديدة ونبي جديد اللي هو نوح عليه السلام. قبل ما يتوفى آدم عليه السلام وصى الوليدات ديالو باش يعبدوا الله بوحديته، يعني ان كاين الله كاين واحد، ما خصناش نعبدوا شي واحد اخر من غير الله. وشنو هي العباده؟ هي اننا نسمعوا الكلام ديالو ونبعدوا على الحاجه الخايبه اللي نهانا عليها الله. وقال لهم ادم خاصكم تبعدوا على ابليس، وخاصكم تعرفوا بانه هو العدو ديال الله وديال الناس كاملين، يعني تيبغي دائما يوقعهم في الاخطاء باش يدخلوا لجهنم بحاله. وقال لهم ادم خاصكم دائما تبعوا الطريق ديال الخير، لان الخير تيرجع علينا وتيرجع على اللي محانا. وقال لهم خاصكم تبعدوا على الطريق الخايبه ديال الشر، لانها غادا تاذيكم وغتاذي اللي معاكم. ولكن محدات السنوات السنوات، هذيك الوصيه اللي وصى بهم ادم عليه السلام لوليدات ديالو نساوها وبعدوا عليها ومشاو لحاجه اخرى، مشاو تعبدوا الاصنام. دابا خاصنا نعرفوا شنو هما الاصنام. الاصنام بحال الانسان تيصنعوه من الحجر، يعني الانسان هو اللي تيصنعوه وتيساقدو على الشكل ديال الانسان، وتيبدا تيقول هذا هو الصنم ديالي وانا اللي خصاني، هذا الاله ديالي، هذا هو الله ديالي بوحديتي. وعاوتاني واحد اخر تيولي يدير عاوتاني واحد الاصنام وتيقول هذا هو الصنم ديالي بوحديتي. وهادشي هما اللي تيديروا، هادشي خطا، هادشي ما خصوش يكون. فالله حيت شاف ان الناس بعدوا على العباده ديالو ومشاو للعباده ديال الاصنام، هو رحيم بالعباد ديالو، هو تيبغي العباد ديالو تيبغي الناس ديالو. علاش؟ قال رغم انهم داروا الاخطاء وبعدوا على الدين، انا خاصني نرسل لهم واحد الرسول، واحد الرسول باش يوريهم الطريق اللي زوينه ويقول لهم هذيك الطريق راه خايبه ما خصكمش تمشيو ليها، باش ينبههم، لانه والله ما غاديش يجي يعذبهم حتى يرسل لهم الرسول باش يشرح لهم ويفهمهم. هذيك الساعات اللي بغى يمشي مع الرسول وسمع الكلام ديالو راه غادي يمشي لطريق النجاة، واللي ما سمعش الكلام ديالو هذيك راه غادي يمشي للهلاك. فرسل لهم نوح عليه السلام. هاد نوح كان واحد الرجل عظيم تيصبر، وكان عنده تيعرف يتكلم، عنده اللسان ديالو كان تيعرف يتكلم به، وكان تيعبد الله بوحديته، وكان دائما تيكثر في الحمد وفي الشكر، دائما تيقول الحمد لله الحمد لله، وتيشكر الله على داكشي اللي عاطيه، على النعم اللي عاطيه، ودائما تيتفكر الله، ما عمره ما نساه، ما عمره ما عبد شي واحد اخر معاه، لان الله كاين بوحديته، الله سبحانه وتعالى كاين واحد ما كاين جوج. كلفوا الله باش انه هو اللي خاصو يشرح الناس الاخطاء ديالهم ويفسر لهم شنو هو الصحيح ويرجعهم للطريق المستقيم. خرج عند القوم ديالو، يعني ديك القبيله اللي كان فيها، وبقى تيقول لهم راه خاصكم تعبدوا الله بوحديتو، وخاصكم تبعدوا على هاد العباده ديال الالهه، لانهم راه ما غاداش ينفعوكم وما غاداش يضروكم، لانهم هما راه يحجر، راه هما ما تيتكلموا وما تيشوفوا، ما غادي يعطيوكم ما غادي ياخذوا ليكم، هما راهي اصنام ما خصكمش تعبدوهم. هذا راه تيتسمى شرك بالله. شرك بالله يعني اننا نعبدو شي واحد اخر مع الله، وخاصنا نعبدو الله سبحانه وتعالى لانه هو اللي خلقنا، هو اللي رزقنا، هو اللي تيعطينا النعم، هو اللي تيحيينا، هو اللي بغى يموتنا تيموتنا. يعني الوقيته اللي تيجي الوقت ديال الممات ديالنا راه الله هو اللي تيقبض الارواح، ماشي الاصنام اللي مصنوعين من الحجر. هو اللي عنده واحد القدره كبيره باش ينزل كل الخير على الانسان وباش يبعد عليه كل شر. وقال لهم اللي تبع الكلام ديالي اللي وصاني به الله سبحانه وتعالى، اللي رسلني باش نقوله لكم، راه هو
ربي غادي يغفر له كل الذنوب اللي دار، ربي غادي يسامحه، غايقول صافي ديك واخا كنتي تتعبد الاصنام صافي دابا انا غادي نمسح كل شيء وغادي نسامحك. ولكن اللي ما سمعش الكلام راه غادا نعاقبه في الدنيا قبل ما يجي الاخره. وبقى نوح عليه السلام تيدعو للتوحيد، دائما تيقول لهم راه خصنا نوحدوا الله بوحديته، راه خصنا نعبدوا الله بوحديته، راه خصنا نبعدوا من هاد الاصنام. ولكن هو ما تيسمعوش، هو مسكين تيولي يعاود ويعاود وهما ما تيسمعوش. يعني واحد السنوات طويله بزاف وهو صابر عليهم باش انهم يرجعوا للطريق المستقيم. فالناس الضعفاء اللي ما عندهمش الفلوس، الفقراء، سمعوا الكلام ديالو، مشاو مع نوح وتبعوا الكلام ديالو وبعدوا على العباده ديال الاصنام وبداو تيعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس الاغنياء قال لهم لا، حنايا ما غاداش نتبعوك، حنا ما غاداش نمشيو نعبدوا الله ديالك، حنا غادا نعبدوا الالهه ديالنا اللي سجدناها بيدينا، اللي نحتناها بالحجر وقديناها، حنا اللي هذوك هما اللي غادا نعبدوا. ولا بغيتي الا بغيتي نتبعوك، ولكن خاصك ترد هادوك الناس الفقراء، ما خصهمش يكونوا معانا، حنا ما نتجمعوش معاهم. وقال لهم نوح عليه السلام لا، الله ما تيفرقش ما بين الغني وما بين الفقير، ما بين الضعيف وما بين القوي، ما بين الاسود وما بين الابيض، لا، الله عنده كل شيء بحال، ما كاينش الفرق بيناتكم، الفرق هو في العباده. يعني شكون اللي تيعبد الله بزاف وشكون اللي تيعبد الله شويه وشكون اللي ما تيعبدش الله، هذا هو الفرق اللي تيكون بين الانسان. ولكن هذيك الاغنياء دائما تيكذبوا نوح عليه السلام، تيقولوا له انت كذاب. ولكن هو دائما مسكين نوح عليه السلام تيوصيهم وتيهضر معاهم وتيقول لهم لا في الليل وفي النهار. بقى نوح عليه السلام ما عياش من بعد التقريب انهم بقى 1000 سنه الا 50، ولكن هما ما بغاوش يرجعوا نهائيا على الطريق اللي كانوا فيها خايبه. يعني هما كانوا تيعيشوا في شي حاجه سميتها الظلام، وهو الله سبحانه وتعالى رسل ليهم نوح علاش باش يخرجهم من الظلام، يخرجهم من النور، يخرجهم الضوء. وهو مسكين محيت تيشوف بان الكفار اللي يعني تيعبدوا الاصنام تزيد العدد ديالهم تيكثر، ولكن اللي تيامنوا بالله قلالين غير شي شويه. وبقى مسكين حزن وتقلق وبقى تيقول علاش زعما كاين مبغوش يسمعوا الكلام ديالي. والله سبحانه وتعالى قال له بلا ما تقلق، بلا راه ما غادي يزيد حتى شي واحد، راه هذا العدد اللي عندك راه هو اللي غادي يبقى، راه صافي الاخرين راه ما غاديش. ونوح عليه السلام هو يدعي قال يا ربي ما تخلي حتى شي واحد على هاد الكافرين، ما تخليهمش على هاد الارض باش ما يخسروهاش. يا ربي بغيت انا بغيتك يا الله تهلكهم كاملين، ما يبقى حتى شي واحد باش ما يفسدوش الارض، باش ما يزيدوش يولدوا ولاد اخرين ويزيدوا الناس الخايبين بزاف. والله سبحانه وتعالى استجاب للدعاء ديالو وقال نوح عليه السلام خاصك دير واحد السفينه، وهاد السفينه هي السفينه ديال النجاة. قال له غتصنع واحد السفينه بالخشب. قال له كيفاش غادي نساقد انا السفينه وحنايا هي في الصحراء ما كاينش الماء؟ قال له انت هي ساقد السفينه، حيت غادي تشوف الماء غادي يخرج من الفران، يخرج الماء تما كاين غادي تعرف بان هذاك هو الوقيته اللي غادي تركب الناس اللي معاك المؤمنين اللي سمعوا الكلام ديالك، وغادي تركبوا في ديك السفينه. وبدات يساقد ديك السفينه صافي تكملات، وهو الماء بدا تيخرج، الماء بدا تيخرج من الارض، بدا تيخرج اولا تيخرج من ديك الفران. عرف نوح عليه السلام ان راه الوقت ديال الطوفان راجع. الطوفان هو ان الماء تيكون من الفوق ومن التحت، يعني بحال الفيضان تيكون، هذا هو سميتو الطوفان، هذا هو النوع ديال العذاب اللي عذب به القوم ديال نوح عليه السلام. ومن بعد قال له الله انت خاصك تطلع فوق السفينه وخاصك تهز كل شيء، هتهز هذوك الناس اللي امنوا معاك وتهز الحيوانات كاملين، هتهز منهم ذكر وانثى، ذكر وانثى. يعني بحال دابا مثلا غناخذوا مثلا البقره غناخذوا معها التور، غناخذوا مثلا الدجاجه غناخذوا معها الديك، يعني بحال هكذايا. يعني تخصو باش يعمر جميع الحيوانات، لان هذاك الشيء اللي بقى ديك الكفار كاملين اللي بقاو كل شيء غادي يديه الماء وغادي يغرق في الطوفان.
من بعد بحيث نوح عليه السلام ركب هو والناس ديالو وهداك الشيء والعدد اللي كانوا هما هي شويه كانوا هي العدد قليل ديال المؤمنين لان الكفار كانوا بزاف بزاف. هذيك الساعه الله سبحانه وتعالى امر الابواب ديال السماء قال لها تفتحي وتفتحت كلها وخرجت الماء، وعاوتاني قال الارض تفجري من العيون كلها من الارض خرجي الوديان وكلشي الارض ولات كلها تتخرج بالماء كلشي يعني الماء ولا من السماء ومن الارض. وبدات تطلع 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 والسفينه بدات تطلع فوق الماء تطلع فوق الناس يغرقوا الناس بداو يغرقوا اللي يعني الكفار اللي ما طلعوش في السفينه مع 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 نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام كان عنده واحد الابن، وهذا الابن حتى هو كان كافر. ونوح عليه السلام بقى تيشوف ولده هو تيغرق وهو يا الاب مسكين بقى فيه ولده، بقى تيقول لولده اجي 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 تنجي معنا اجرك في السفينه اجرك في السفينه معنا، وهو يا تيقول له لا انا ما غاديش، تيقول له امن بالله امن بالله وبعد على عباده الاصنام والله راه غادي ينجيك. هو يا ما بغاش يسمع قال له لا انا غادي نمشي نطلع لواحد الجبل كبير علي بزاف وهو ما غاديش يخلي كاع الما يجيني، ولكن الما غادي يوصل لكثار من الجبل لان الله عنده واحد القوه كبيره عنده واحد القدره كبيره حتى شي واحد ما يقدر عليها. وكانت حتى واحد الزوجه ديال نوح عليه السلام حتى هي ما طلعتش معاه السفينه، يعني اللي ما طلعش من مع نوح السفينه كانت واحد الزوجه ديالو ما طلعاش، وواحد الابن ديالو حتى هو كان كافر حتى هو ما طلعش معاه في السفينه يعني غادي يبقاو يغرقوا. والما بقى طالع طالع السفينه تتمشي في واحد تتمشي امواج كثيره 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 تضرب، والمؤمنون الداخل تيسميو الله تيقولوا بسم الله بسم الله وتيسبحوا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، وديك الكفار اللي كانوا تيعبدوا الاصنام تيغوتوا وتيغوتوا وتيبكيو. ولكن ديك الساعه كان فات الفوت وصافي كلشي الكفار كلهم صافي ماتوا وخداو العقاب ديالهم اللي ما كانوش يامنوا به. كانت يقولوا لا هو هي تيهضر نوح راه ما غادي يدير لنا الله حتى شي حاجه، ولكن الله عاقبهم في الدنيا قبل الاخره باش يكونوا عبره اللي ما تسمعش الكلام ديال الله سبحانه وتعالى. ومن بعد الله سبحانه وتعالى امر بالسماء قال لها يلا شربي الماء كله، وعاوتاني امر الارض قال لها عاوتاني شربي الماء كله صافي وديالها. وديك السفينه بقات غاده بشويه فوق الماء يعني ما كاينش ديك الامواج وديك يعني ديك الريح وديك القوه، لا بقات غاده السفينه تتمشي بشويه هكذا يعني فوق الماء بشويه. وتما كاينه وهي توقف السفينه وقفت في واحد الجبل، شنو سميتو هذا الجبل؟ سميتو الجودي، سميت الجبل سميتو الجودي. تما كاينه وتوقف الطوفان اللي كان نوع ديال العقاب ديال خاص بقوم نوح عليه السلام. دائما خصنا نذكروا بان قوم نوح النوع ديال الهلاك ديالهم والنوع ديال العذاب ديالهم كان هو طوفان. والسفينه وقفات في واحد الجبل سميتو الجودي. وهذيك الساعات يعني ان الكفار كلهم تهلكوا وان كلهم ماتوا، وديك الساعات ولات الدنيا فيها الامن ولا فيها السلام. ودائما نوح تيتذكر الولد ديالو اللي غرق كان تيتمنى تيقول يا ربي كون كان امن وكان معايا دابا، ولان الاباء كاملين تيبغيو وليداتهم. ولهذا دائما تنوصل الوليدات ديالي وتنقول لهم دائما ملي تيهضروا معكم ماماكم وباباكم ويقولوا لكم شي حاجه خصنا نسمعوا الكلام ديالهم، لان الوالدين تيبغيو دائما الخير للوليدات ديالهم تيبغيو دائما يسمعوا الكلام ديالهم باش كلهم يتجمعوا في الجنه ان شاء الله. نهايه القصه حبيبي الصغار، نتمنى نكونوا استفدنا وخدينا العبره والموعظه من القصه ديال نوح عليه السلام. موعدنا غيتجدد باذن الله مع قصه جديده ومع نبي جديد. ما تنساوش تدق على الجرس باش توصلوا بجديد القناه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.